جرحى يفترشون الأرض وينتظرون الخلاص. من أمام القصر الجمهوري بمحافظة مأرب يقف هؤلاء بجراحهم في وقفة احتجاجية مطالبين الجهات المسؤولة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ نحو 7 أشهر. نطالب القيادة السياسية برئاسة الأخ المشير عبد الرب المنصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق علي محسن ورئيس هيئة الأركان العامة والقيادة المشتركة في المنطقة الخامسة بصرف رواتبنا المتأخرة المنقطعة علينا من حوالي 7 أشهر أو 8 أشهر. أسوة بزملائنا في المنطقة الخامسة حرب ميدي. الجرحى الذين تصدروا معركة تحرير المحافظات من سيطرة الميليشيا وجدوا أنفسهم بلا رواتب وبلا سكن بسبب تخاذل الجهات المسؤولة في التحالف والشرعية بالالتزام بوعودها لهم. وضع دفع بالمئات من جرحى المنطقة العسكرية الخامسة في ميدي للإضراب عن الطعام للفت أنظار الجهات المعنية للإهمال الذي يعانونه. مثل هؤلاء مئات الجرحى ممن فقدوا أطرافهم منذ بدء حرب الميليشيا لم يحظوا بأبسط أنواع الرعاية سواء من الحكومة الشرعية أو التحالف العربي، وهو الأمر الذي دعاهم لمناشدة الرئيس هادي بالتوجيه لحل مشاكلهم وتسليم رواتبهم. وبعد مرور نحو 3 أعوام من الحرب لا يزال المئات من الجرحى في الداخل والخارج يعانون الإهمال في وقت كان من المفترض على مسؤولي الحكومة الاهتمام بهم مقابل جزء من التضحيات التي قدموها.